السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب. إن شاء الله في هذا الدرس حنتكلم عن درس العلامة المعيارية. العلامة المعيارية هنا قانونها: إذا كان الوسط الحسابي لمجموعة من البيانات يساوي أم الرمز تبعه والانحراف المعياري سيجما، فإن العلامة المعيارية عين المقابلة للقيمة سين تمثل عدد الانحرافات المعيارية التي تنحرفها القيمة سين عن وسط الحسابي للبيانات. إذا بدنا نكتبها بالرموز بنكتبها بالطريقة التالية: عين تساوي سين ناقص الوسط الحسابي على الانحراف المعياري. إيش هي العلامة المعيارية؟ العلامة المعيارية بدي أشوف قيمة العلامة أو قيمة العينة اللي عندي. مثلا لو أنا في عندي طالب جايب في مادة الرياضيات مثلا جايب 90، وكل طلاب الصف جايبين فوق 95، هو جايب 90، وجايب في مادة الإنجليزي جايب فيها 80، وباقي الطلاب جايبين تحت 70، يعني بين 60 و70، أني أفضل علامة؟ هل هي علامة الرياضيات ولا علامة الإنجليزي؟ بنعتبر علامة الإنجليزي هي الأفضل، لأنه هو يعتبر في علامة الإنجليزي هو الأول على الصف، كونه علامته 80 أعلى علامة. أما علامة 90 في الرياضيات تعتبر أقل علامة بالنسبة لزملائه. فالعلامة المعيارية بتميز لي قيمة الداتا اللي عندي. نيجي على سؤال مثلا بحكي لي: إذا كان الوسط الحسابي لعلامات 30 طالبا في الصف الثاني عشر أدبي في اختبار الجغرافيا يساوي 13، إيش هذا الوسط الحسابي؟ قال لي الوسط الحسابي يعني أم تساوي 13 وانحرافا معياري سيجما يساوي 2. فإذا حصل ثلاث طلاب على العلامات التالية 11 13 23، فما هي القيمة المعيارية المناظرة لكل منهم؟ بدي أحسب العلامة المعيارية لـ11 تساوي قانون العلامة المعيارية بحكي إيش؟ سين ناقص الوسط الحسابي تقسيم الانحراف المعياري. طيب الآن ويساوي سين قديش عندي أنا؟ 11 ناقص الوسط الحسابي 13 تقسيم الانحراف المعياري 2. 11 ناقص 13 سالب 2 تقسيم 2 وتساوي سالب 1. العلامة المعيارية لـ11 تساوي سالب 1. نيجي بنحسب العلامة المعيارية لـ13 تساوي نفس القانون: سين ناقص الوسط الحسابي تقسيم الانحراف المعياري. سين قديش؟ 13 ناقص الوسط الحسابي 13 تقسيم الانحراف المعياري 2 وتساوي 0/2 وتساوي 0. طيب العلامة المعيارية للعلامة 23 تساوي 23 ناقص 13 تقسيم 2. 23 ناقص 13 حتكون عندنا 10 تقسيم 2 وتساوي 5. العلامة المعيارية لـ23 5، يعني أفضل علامة هي 23. هيك إحنا نكون حسبنا العلامات المعيارية لعلامات الطلاب. نيجي نأخذ السؤال الثاني بقول لي: إذا كان الوسط الحسابي لأعمار مجموعة من الطلاب مجموعة من الآباء يساوي الوسط الحسابي
لأعمار مجموع من الآباء يساوي 43، والانحراف المعياري يساوي 5، وكانت العلامة المعيارية المقابلة للعمر سين تساوي 4. ما العمر سين؟ طيب ممتاز، هون سألني السؤال بالعكس، معطيني الوسط الحسابي تساوي 43، معطيني الانحراف المعياري يساوي 5، معطيني العلامة المعيارية للقيمة سين تساوي 4، لكن سين مجهولة درجة قيمة سين. طيب بدي اروح على قانون العلامة المعيارية، قانون العلامة المعيارية لسين تساوي سين ناقص الوسط الحسابي تقسيم الانحراف المعياري، عين سين هيها 4 تساوي سين مجهولة ناقص الوسط الحسابي 43 تقسيم الانحراف المعياري 5 ضرب تبادلي، تصير سين ناقص 43 تساوي 4 في 5 20، ننقل 43 على الطرف الثاني، سين تساوي 20 زائد 43، فسين تساوي 63. هيك احنا بنكون اوجدنا قيمة سين لعلامتها المعيارية تساوي 4. هيك نكون احنا انهينا درس العلامة المعيارية. الله يعطيكم العافية وبالتوفيق ان شاء الله.